أهلا بكم معنا من جديد. منطقة جديدة قد تشهد اندلاع صراع إقليمي قد يجر الولايات المتحدة إلى حرب جديدة، خاصة بعد المواجهات الأخيرة التي شهدها بحر الصين الجنوبي بين الفلبين والصين بسبب طريق التجارة الاستراتيجي الذي يحتوي على احتياطيات ضخمة من النفط والغاز. وفي أحدث مواجهة قال خفر السواحل الصيني إن سفينة فلبينية تجاهلت تحذيراته المتكررة اصطدمت عمدا بسفينة صينية بطريقة غير مهنية وخطيرة. وفي حادثة ثانية اشتكت الولايات المتحدة ودول أخرى مما وصفته بالمناورات غير الآمنة التي تقوم بها الطائرات والسفن الصينية في بحر الصين الجنوبي، فيما تتهم الصين واشنطن بتعريض السيادة الوطنية الصينية والاستقرار الإقليمي للخطر. وتؤكد الولايات المتحدة باستمرار على التزاماتها العسكرية تجاه الفلبين، حيث قامت في وقت سابق بنشر نظام صواريخ متوسطة المدى في شمال البلاد، وهو الأمر الذي أثار قلقا كبيرا لدى الصين. وبحسب تقرير نشرته NBC نيوز الأمريكية، قالت إنه من الممكن أن تؤدي المواجهات المستمرة ونشر الصواريخ الأمريكية إلى تصاعد التوترات بشكل كبير بين الصين والولايات المتحدة، مما قد يجر المنطقة إلى مواجهات عسكرية هذا التصعيد قد يشمل اشتباكات عسكرية محدودة أو مناوشات ترفع من درجة المخاطر في المنطقة. بالتوازي، كشفت وسائل إعلام أن الصين تحاول بسط نفوذها في المنطقة باستخدام الذكاء الاصطناعي. وبحسب المصادر، تقوم أجهزة الحرب الإلكترونية الصينية المزودة بهذه التقنيات بتتبع الإشارات الكهرومغناطيسية التي تشير إلى التنسيق التكتيكي بين الرادارات المنتشرة في المحيط الهادئ، نوع جديد من القذائف يعمل العلماء الصينيون على تطويره، قد يمثل إضافة كبيرة في ترسانة الحرب الصينية وتقدما كبيرا في قدرات الأسلحة فرط الصوتية الصينية. المقذوف الجديد الذي أطلقت عليه تسمية الحجر الوثاب يستخدم مسارا يسمح له بالغطس أكثر من مرة في الغلاف الجوي والخروج منه، مما قد يسمح له بالوصول إلى الجانب الآخر من الأرض. للنقاش الآن حول هذا الموضوع، نرحب الآن بضيفنا مباشرة من نيودلهي. نرحب بالدكتور وائل عواد الخبير في الشؤون الآسيوية، أهلا بك معنا في المشهد الليلة. إذن هل تعتقد أو هل توافق بالأحرى ما يصدر أو ما يقال في وسائل الإعلام الأمريكية مثل موقع NBC نيوز الذي قال إن الاستفزازات الأخيرة إن صح التعبير قد تقود إلى مواجهة مباشرة عسكرية بين الصين والولايات المتحدة هنا؟ أسعد الله أوقاتكم بألف خير. طبعا من المستبعد أن تكون مواجهة مباشرة بين دولتين نوويتين بحجم الولايات المتحدة والصين المنافس الرئيسي لهيمنة الولايات المتحدة في هذه المنطقة، لكن لا يمكن أن نعطي أيضا 100% بعدا بسلامة هذه المنطقة من مواجهة عن طريق الخطأ بين الصين وحليفة الولايات المتحدة الوحيدة في البحر الجنوبي الصيني الفلبين، وهذا ما يدفع بالصين إلى تعزيز وجودها في هذه المنطقة، لأن الولايات المتحدة تدعم الفلبين كما تفضلت في المقدمة عسكريا ولوجستيا، وتزرع العديد من الصواريخ الباليستية في هذه المنطقة لمحاولة تحجيم دور الصين المتنامي في بحر الجنوب الصيني. لذلك نحن أقرب إلى المواجهة أكثر منها إلى الحل السياسي حتى الآن. نعم، وربما بناء على حديثك، يعني حتى هو موقع NBC نيوز أو مقال NBC نيوز قال الولايات المتحدة يمكن أن تجر بشكل ربما غير متعمد إلى هذه الحرب، فإلى أي مدى يمكن أن نقول أن هذا السيناريو حتى واقعي، يعني مسألة أن تجر الولايات المتحدة بطريقة غير ربما إرادية هنا؟ لا أعتقد رامي بأن الولايات المتحدة مستعدة لأي مواجهة مع الصين بشكل مباشر. الولايات المتحدة تستخدم حلفائها في هذه المنطقة وحروبا بالوكالة، لذلك
هي تقول هذه الكلمة الصحافة الأمريكية لتعزيز الرأي العام الأمريكي الذي استمر منذ عهد ترامب وحتى عهد بايدن وخلال فترة هذه الانتخابات، وهو العداء للصين. لذلك لا أعتقد أن هناك مواجهة على الإطلاق. الولايات المتحدة لن تقاتل الصين من أجل الفلبين، ولن تقاتل الصين من أجل تايوان، فما بالك إذا كانت الحقيقة هنا أن الولايات المتحدة تعزز مع حلفائها من وجودها العسكري وأيضا محاولة تطويق النمو الصيني المتنامي في هذه المنطقة، ليس وبالتالي ربما التعزيزات العسكرية الصينية التي نشهدها في المنطقة في الفترة الأخيرة إن لم تكن استعدادا للحرب، هل هي فقط استعراض عسكري لاستعراض القوة فحسب؟ أعتقد أن الصين تريد أن ترسل أكثر من رسالة. في الواقع هي تحاول وفرضت منذ عام 2013 إلى حل إيجاد حلول ووضع آلية لحل أزمات الخلافات مع دول الجوار، خاصة الفلبين وماليزيا وفيتنام فيما يتعلق بالجزر المتنازع عليها، لأنه لا يوجد هناك أي اتفاق حول ما إذا كان هناك إلزاما قانونيا في حل هذه الأزمة والابتعاد عن سماح للدول بالتدخل في هذه المنطقة. لكن الأزمة ابتدأت كما تعلم رامي منذ سبعينيات القرن الماضي، عندما كانت الصين في فترة الثورة الثقافية في تلك الفترة، وقامت الفلبين باحتلال عدد من الجزر والأرخبيل للجزر في تلك المنطقة، ولم تقم الصين برد الفعل في تلك الفترة. لذلك الآن الصين تقول الخرائط الاستعمارية الأمريكية واليابانية وحتى الفرنسية تؤكد أن هذه المنطقة بشكل عام هي جميعها تشمل ضمن الخرائط الصينية. نحن لا، الصين لا تقول أننا نريد أن نعيد هذه الجزر بالقوة، لكنها تريد أن تضع آلية لعملية البحث والتنقيب عن النفط من ناحية، لحل الخلافات من ناحية الثانية، والأكبر من ذلك هي هل ستسمح هذه الدول للولايات المتحدة بتدريبات عسكرية فيها؟ أعتقد أن أي خلاف ثنائي بين الصين ودول هذه المنطقة له خلفية النزاع بين الولايات المتحدة والصين. ربما هذا يقودنا للسؤال، إذا كانت الولايات المتحدة حلفاؤها معروفون في تلك المنطقة، في المقابل الصين من هم حلفاؤها الحقيقيون الذين يمكن أن تعتمد عليهم الصين هنا؟ أعتقد الحليف الرئيسي الذي تعتمد عليه هي الفلبين حتى الآن، لأن الفلبين غيرت من سياستها خاصة بعد عودة ماركوس الشاب، عن ليس الماركوس الأب الذي هو الذي بدأ في السبعينيات بضم هذه الجزر. الآن هناك ميول كبيرة نحو الولايات المتحدة، وبالتالي هذا التصعيد العسكري، وحتى الهند أيضا كما تعلم قامت ببيع صواريخ براموس وهي أسرع من الصوت إلى الفلبين، وهذا دليل على أن هناك سياسة للولايات المتحدة من خلال التدريبات العسكرية التي تقوم بها، إن كانت مع اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين، وأيضا تريد أن تضم دولا أخرى إلى الرباعية التي تشمل الهند، الكواد، الهند وأستراليا واليابان والولايات المتحدة، وأيضا أوكوس التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا. إذن هذه التحالفات هي تصب في إطار تحجيم هذا الدور المتنامي. لذلك عندما يقوم الجيش الصيني بإصدار لأول مرة باستخدامه الشرائح الإلكترونية لعملية كما تفضلت أيضا في التقرير الذكاء الاصطناعي، دليل على أن هذه المواجهة أصبحت أقرب بعد عسكرة الآسيا باسيفيك بين الولايات المتحدة. ربما حتى نضع الجانب العسكري جانبا بعض الشيء، هناك تطور أخير لافت وهو تهديدات صينية بسحب الاستثمارات الصينية حتى من الدول الأوروبية، حدث هذا مؤخرا، بالتالي هنا ماذا تريد الصين يعني عبر هذا التصعيد مؤخرا؟ الصين لا تريد أي مواجهة ولا تريد، هي ترسل أكثر من رسالة في هذه المنطقة للدول المنطقة بشكل خاص، خاصة أنت تعلم أنها منطقة غنية جدا بالنفط والغاز والموارد الطبيعية، ولن تتركها الولايات المتحدة للصين ولا حتى اليابان وكوريا الجنوبية. هناك تنافس حقيقي بين الدول العظمى في هذه المنطقة والدول المتنامية، لكن الصين تريد أن تعطي رسائل للولايات المتحدة بالابتعاد عن سياسة الابتزاز وسياسة التهديدات التي تستمر كما فعلت مع روسيا، وخاصة أنها بدأت تنحرف الدول حلف الناتو أو الاتحاد الأوروبي لصالح الولايات المتحدة في سياستها العدائية للصين. لذلك هي تهدد من ناحية أنها
ستكون هناك ردود فعل من الجانب الصيني في حال أخذت هذه الدول مواقف معادية للصين. وأعتقد أن الانتخابات الأمريكية القادمة هي التي تسرع من وتيرة هذا التوتر. أولا لأكثر من سبب، أن الرئيس ترامب إذا جاء إلى هذه المنطقة أعتقد هناك تغيرات وهناك عقوبات حتى على دول مقربة أكثر للصين. نعم، نشكرك جزيل الشكر على المشاركة معنا في هذا النقاش من نيودلهي، دكتور وائل عواد الخبير في الشؤون الآسيوية.